خلي عندك طولة بال عشان ربنا يكرمك. خد بالك انه لما تقرأ في القرآن هتلاقي ربنا بيبشر الصابرين، صح؟ قال وبشر الصابرين، تمام؟ وهتلاقي معية ربنا مع الصابرين، والله مع الصابرين، وهتلاقي محبة ربنا، محبة ربنا للصابرين برضو، والله يحب الصابرين. ربنا بيحبهم، ربنا مع الصابرين يا جماعة، ربنا بيبشر الصابرين يا حضرات. فعايزين نتحلى بالصبر. قال لك تجرع الصبر، فإن أحياك أحياك عزيزا، وإن قتلك قتلك شهيدا. لكن أنا ببشر حضرتك ببشارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو ظلمت بقولك اصبر. لا لازم أروح ده، أنا لازم أعمل. يا عمي اصبر، لا دلوقتي مش، لا والله خد حق من حبابي، لا والله أعمل يا عم اصبر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة. ربنا هيعزك. زعلان لي بقى؟ النبي بيقول لك حاجة ونفسك بتقول لك حاجة، تفتكر تسمع كلام مين؟ هات الموقف اللي انت فيه وبمنتهى الهدوء اعرضه على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف هيبقى رأي النبي ايه. نفذ رأي النبي والله هتشوف الخير كله. نفذ يا اختي وصفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورأي سيدنا النبي، والله هتشوف الخير كله. يا جماعة الصبر هو اللي بيعمر البيوت، يا جماعة الصبر هو اللي بيبني، يا جماعة الصبر هو اللي بيخضر. تخيل لو المزارع الفلاح الجميل ما عندوش صبر، يعني شوف شوف صبره يا أخي، صبره إنه يجيب الأرض ويحرتها وينظفها وينقي بذرة كويسة ويسقي الزرع ويصبر لحد ما الزرع يطلع. يمكن تقدمت الزراعة والأساليب الحديثة عن زمان. إحنا زمان كانوا أهالينا لما يحبوا يزرعوا مانجا، شجر المانجا كان يقعد سنين على ما يطرح مانجا، كانوا بيزرعوا نخل يقعد سنين على ما يجيب لنا بلح، مش بيزرع دلوقتي وبعد كم شهر هياخد محصول. شوف هم صبروا وزرعوا، فإحنا بنحصد، عايزين إحنا كمان نصبر ونزرع لأولادنا. كل حاجة بتيجي بالصبر. انت عارف حضرتك لما تيجي تنظر الى كل الصفات النبيلة والجميلة ومعالي الاخلاق هتلاقي اساسها الصبر. الحلم صبر. هو الحلم ايه يعني؟ انك تطول بالك على واحد احمق ولا جاهل. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة، ده صبر. هو القرآن بيقول عن عباد الرحمن اذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة، لا واقول سلامة ليه؟ الاول هو يقول لي كلمة انا ارد عليه بعشرة، ارد براحتك بس مش هتبقى من عباد الرحمن. ربنا قال كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. اي يا رب تاني قال واذا خاطبهم الجاهلون ايوة قالوا سلام. طب ما انا اقدر ارد عليه بس مش هرد ليه؟ عشان ابقى من عباد الرحمن. ليه؟ عشان النبي ما كانش بيرد. ليه؟ عشان ربنا بيحب الصابرين. ليه؟ عشان والله مع الصابرين. ليه؟ عشان وبشر الصابرين. هو كده. فالصبر يا جماعة، البيوت بتتعمر بالصبر. لما بيجوا اتنين متجوزين حديث الزواج لسه ما تعرفوش على بعض، سيبك من الكلام الانشا اللي بيبقى في الخطوبة بقى، وعنتر وعبلة وقس وليلى وجميل وبثينة، قصص الحب بتاعت التاريخ ديت. والخمين جميل وبثينة دول برضو قصص قصص عشاء في التاريخ. جميل وبثينة وعنتر وعبلة وقس وليلى، شفت ازاي؟ الكلام ده قبل الجواز بيبقى كلام انشاء. اما بندخل بقى الجواز لا، لسه بقى بيتعرفوا على بعض. هو يصبر عليها وهي تصبر عليه، يصبروا على بعض، الدنيا بتمشي. على فكرة يا جماعة أنا بكلم شبابنا دلوقتي وبناتنا دلوقتي، اسألي بابا كده، اسأل يا ابني ماما كده، يا ماما انتوا لما اتجوزت بابا من حاجة وعشرين سنة ايه؟ تقول لك يا ابني صبرنا على بعض، برضه ابوك له بعض الأخلاق كده أو السلوكيات، ولما كان بيتعصب بقى بيكسر الدنيا وبتاع، اتحملوا بعض. الدنيا ما تمشيش غير كده يا حضرات. التعليم محتاج صبر، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. بوجه رسالة على الهواء مباشرة،
لكل أم داخل البيوت. ربنا يكرمك ويرضى عنك ويسترك ويرعاك، وإحنا عارفين أن أنت بتتعبي وبتبذلي مجهود جبار. طولي بالك طولي بالك على الواد وهو بيعمل الواجب. أنا عارف أن العيال أحيانا بتخلي الأمهات دماغها تدخن. شفت إزاي؟ الأمهات اللي بتبقى قاعدة بتذكر لابنها وحط الشبشب جنبها بالراحة يا أختي الله يكرمها. شفت الواد؟ والله لسه شرح الواد من قاعد بيلعب في ضوافره، الواد قاعد ما بيذكرش، الواد قاعد ما بيعملش. طولي بالك، نحن نشهد أن أهالينا طولوا بالهم علينا، فلازم نطول بالنا على أولادنا. الصبر كله خير. نفسي أقول لكل إنسان ضعيف أو حس بضعف في موقف ما، كل إنسان مظلوم أو حس بالظلم في موقف ما، كل إنسان مذلول أو حس بالذل أو القهر في موقف ما، والله العظيم تصبر وتكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى حتشوف آيات ربنا. اصبر وقعد انت بس كده، اقعد مدد وخد راحتك في اللي ظلمك، اقعد بس ما سيبه انت خالص واصبر وشوف ربنا هيجيب لك حقك ازاي. ان القدر يبدع في تصفية الحسابات. نفسي اوجه رسالة لكل زوج، طول بالك على مراتك. معلش هي احيانا بتبقى متوترة، بتبقى منفعلة، بيبقى عندها العذر الشهري، بيبقى في شيء شغلها. انا ما عملتلاش حاجة، ده انا داخل فضت زهقة فيا. معلش دي بتبقى حب على فكرة، دي بتبقى محبة. امال مين يتحملها؟ طيب اذا ما كنتش انت تتحملها، امال مين يتحملها؟ وبعدين ايه موقف وبيعدي. وزي ما كنا بنقول زمان، علقة تفوت ولا حد يموت. ايه يعني داخل مراتك خدتك غسيل ومكوى كده طياري على الماشي؟ فوت يا عم وعدي، خلي الدنيا تمشي. والصبر كله خير. وعلى فكرة وهي بتعرف ده، وعلى فكرة وهي من وراك بتقول كده، بتقول إلهي يستره كريم والله وبيحتويني. وانا احيانا كده بيبقى ليه جنونة كده بتطلع، والله كتر خيره وما بيبيتنيش زعلانة. إلهي ربنا يكرمها. هي بتبقى عارفة وربنا بيعرفها. شفت ازاي؟ فالصبر كله خير.